عبد الوهاب السحيمي عضو المجلس الوطني للتنسيق الوطني للاساتذه حامل الشهادات. اذا اليوم حنا عندنا الشك النضالي امام مقر وزاره التربيه الوطنيه، وغادي يكون كذلك الشك اليوم غد، طبعا متزامن مع الاضراب الوطني الذي نخوضه كتنسيق الوطني للاساتذه حامل الشهادات ايام 6 و7 و8 مارس. طبعا هذه المحطه النضاليه تاتي بعد محطه كنا خضناها في فبراير. اليوم كذلك عندنا محطه نضاليه اخرى كتنخوضها كاساتذه حامل الشهادات اللي تنخوضوا محطات نضاليه منذ 2016، لانه حنا منذ 2016 حامل الشهادات تنجيو الرباط بغينا حقنا في الترقيه وتشغيل الاطار بالشهاده الجامعيه لغير الافواه السابقه. طبعا من بعد هذه النضالات حيت وصلنا لعده اتفاقات مع وزاره التربيه الوطنيه، اخر اتفاق كما ذكرت اتفاق ديال يعني 18 يناير 2022، هذا الاتفاق اللي طبعا توقع ما بين النقابات والوزاره التربيه الوطنيه طبعا في ملف حامل الشهادات وملف اخرى بحضور رئيس الحكومه، وكان من المقتضيات هذا الاتفاق انه سوف يتم تسويه الملف السيد حامل الشهادات قبل ما تم 2022. للاسف الشديد وزاره التربيه الوطنيه اليوم في مارس 2023 ما بقيناش في 2022، وزاره التربيه الوطنيه لم يعني تحرز اي تقدم في الملف. هذا الامر هذا اللي جعلنا وفرض علينا ان نعاودوا نحتجوا من جديد طبعا كما ذكرت بهذه الخطوه النضاليه، وغتكون عندنا خطوات نضاليه في القريب، غيجوا خطوات نضاليه قويه. وتنقولوا نحن كاساتذه كما احتجنا منذ 2016 احنا ما غاديش نتفكوا وما غاديش نتوقفوا في الاحتجاج، وغنستمروا بالنضال طبعا في اطار النضالات السلميه للحضانه المسؤوله الى حين تسويه الملف الاساتذه حامل الشهادات، وذلك بالترقيه وتشغيل الاطار لجميع الاساتذه حامل الشهادات بدون قيد او شرط وباثر رجعي اداري ومالي منذ 2016. البرنامج ديال الوقفه تريها واحد المسيره؟ نعم، نحن هذا هو المبرمج، تكون وقفه مع مسيره، ولكن احنا نتمناو باش حتى نعرفوا بانه المحطه النضاليه السابقه تعرضنا للقمع قبل ما حتى نتحركوا، لانه للاسف كنا يلا بغينا نتحركوا يعني في داخل الساحه المتواجده بمقر وزاره التربيه الوطنيه، للاسف الشديد تمنعنا. اليوم تنقولوا كذلك عندنا مبرمج المسيره، ولكن اذا قرروا هما يمنعونا ويقمعونا فنتحملوا المسؤوليه ديالهم. حنا اشكال ما يعني اللي مسؤولين عليه حنا ان الاشكال النضاليه الدينيه اشكال سلميه حضاريه مسؤوله، وغنستمروا في هذا النهج هذا رغم القمع والمنع والتضييق اللي تنتعرضوا له من طرف الجهات الاخرى. فؤاد عقيل عضو المجلس الوطني للتنسيق الوطني لحامل الشهادات، احنا اليوم هنا في الرباط باش كننفذوا نجسدوا واحد الشكل النضالي اللي هو في 2023، يعني الشكل الثاني في 2023. هذا الشكل النضالي اللي فيه هو وقفه اليوم وغدا بالرباط واعتصام امام وزاره التربيه الوطنيه ومسيرات. حنا هذا الشكل النضالي اللي مضطرين ليه للاسف لمرات عديده، يعني هذا الملف هو اقدم ملف في وزاره التربيه الوطنيه منذ 2016، وحنا كناديو بالملف كنستبشرنا اخيرا في اتفاقات ديال 2021 2022 اتفاق ديال 18 يناير، وصراحه على المباراه في اواخر أواخر ديسمبر، فإذا بين نفاجئ بأن هناك اتفاق جديد 14 يناير 2023، هذا الاتفاق الجديد بدوري حنا دابا في شهرين دابا، حنا النقابات هما داروا يعني جولات باش يشرحوا هاد المضامين ديال الاتفاق في عبر ربع هذا، هذا الاتفاق اللي ما استطعوش يوصلوا لنا النوايا الوزارة، هما سال هذا، فين هما الاجتماعات التنفيذية لهذا الاتفاق ديال 18 يناير والاتفاق ديال 14 يناير 2023، يعني هاد التماطل اللي هو مفضوح مفضوح مسلسل مفضوح مفضوح جدا. وحنا كنقولوا هنا كنقولوا من هذا المنبر هذا اللي في هذه المناسبة كنشجعوا وكنحييوا الصحافة الحرة، صحافة الإعلام الحر اللي كتوصل هذا الصوت هذا. حنا اليوم كنقولوا لهم احنا وصلنا لمارس ولا ملف حل في وزارة التربية الوطنية، هذا الملف هذا اللي أقدم ملف هو مازال ما تحلوش، حنا مازال كناديو واش شنو باغيين يوصلونا؟ علاش باغيين يوصلونا؟ واش ما عندهمش شي رجل حكيم؟ أليس فيهم رجل حكيم يقدر هذا الظرف ديال الأستاذ مكان ديالو القسم؟ يعني ما كاينش واحد اللي يقدر يقول هذا الملف هذا حل لا يتطلب تكلفة مالية بالقرارات، قرارات وشجاعة وسيحل الملف، وبالتالي نتجنب هذه الصراعات والاعتصامات. بداية تحية نضالية لجميع المنابر الإعلامية الحاضرة معنا، وأخص بالذات منبر أشتاين في الشخص السي هشام. كما يعلم الجميع أن هذا الشكل النضالي جاء بعد واحد الشكل النضالي اللي كانت خضاته التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادة في شهر جوج، اللي كان كشكل إنذاري من أجل أن الوزارة تلتزم معنا بالاتفاق اللي كانت سناته مع الوزاره الوصيه على هذا القطاع، وبحضور النقابات الخمس وكذلك بحضور رئيس الحكومه،
ولكن للاسف الوزاره الوصيه عوض انها تلتزم بحل هذا الملف هذا اذ بها انها تخرقت هذا الاتفاق كما عهدناها. احنا كيجي الشكل النضالي كما قلت كخطوه تصعيديه لان بحكم ان الوزاره ما التزمتش بهذا الشكل هذا حنا اضطرنا كتنسيقيه وطنيه اسسه حاملي الشهادات نصعدوا من وتيرات الاحتجاج ديالنا. هذا الشكل النضالي غادي يكون فيه يومين قابله للتمديد من مركز ابو الرباط حتى تحقيق اللي تحقيق المطالب ديالنا العادله والمشروع اللي هي تقيه وتغيير الاطار. كما يعلم الجميع ان كذلك ان الوزاره خرجت واحد اتفاق اخر اللي هو اتفاق 14 يناير. الاتفاق هذه تعتبره التنسيق الوطني الصحي ان اتفاق مشحف. كان بالاولى ان الوزاره التربيه الوطنيه تلتزم بالاتفاق ديال الاول اللي هو اتفاق 18 يناير وتخرج الذي كان ينص على اخراج مذكره اواخر شهر دجنبر، ولكن للاسف الشديد عوض اخراج هذه المذكره الوزاره استمرت في الحيل ديالها اللي هي اجل تمطيط الزمن الدراسي وجر هذا الملف حتى نهايه الموسم من اجل التنصل من هذا الملف. ودرجات الحل لهذا الملف هذا في واحد الاتفاق اخر اللي هو اتفاق 14 يناير، وهذا الاتفاق هذا اعتبرته التنسيقيه كما قلت اتفاق لا يخدم ولا كما ليس في مصلحه المناضلين والمناضلات التنسيقيه. وحنا هنا حاليا غادي نصعدوا بشتى الوسائل حتى انتزاع حقوقنا العادله ومشروعه. وتحيه لجميع المنابر الاعلاميه الحاضره معنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.